عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بإنجازات معالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لكوب 28 بعد اختياره على قائمة تايم 100 أو تايم 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، مؤكدا سموه فخره بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات. وقال سموه على حسابه بمنصة إكس: سلطان الجابر على قائمة تايم 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، فخورين بإنجازاته الدولية وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي، وفخورين بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات.